السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن وحدة التحكم الالكتروني. وحدة التحكم الالكتروني اللي موجودة عندنا في الشكل اللازق امامنا بتتركب من ايه؟ بتتركب من الداخل اللي هي ايه، محول الاشارة اللي جاية من الحساسات، ومحول إشارة أو مكبر إيه إشارة. مكبر إشارة بيكبر لنا الإشارات اللي داخلة من حساس زي حساس الأكسجين، بيبقى جاي إشارة بسيطة جدا بيكبرها علشان توصل للمعالج إيه وتتقرأ في المعالج. عندنا هنا معالج صغير، ده اللي بيقوم بعملية استقبال الإشارات وتحليلها، وبيقرأ على حسب كروت الذاكرة اللي موجودة عندنا في قلب وحدة التحكم. كروت الذاكرة هنا بتكون 3 ايسيهات، بيبقى متخزن عليها معلومات كتير عن احمال السيارة والظروف اللي موجودة في المحرك واللي حوالين المحرك والحساسات والأحمال اللي بتكون على السيارة، كل ديت متخزن في كروت الذاكرة. فعندنا هنا بتخش الإشارة، بتكبر عن طريق مكبر إشارة إلى محول الإشارة. محول الإشارة بيحول لنا الإشارة من هي إشارة مرسلة من الحساسات بأرقام نسبية إلى تحويلها إلى أرقام رقمية، إلى الأرقام الرقمية علشان يقراها البروسيسور أو المعالج الصغير اللي عندنا. بعد ما يقرأ المعلومات اللي جاية من الحساسات ويشوف ويقارن ما بين كروت الذاكرة، فبيطلع أنسب إيه؟ إشارة كهربائية إلى ناقلات حركة خارجية، تحول لنا الإشارات الرقمية إلى إشارات كهربائية تروح للرشاش، والرشاش عليه يفتح على حسب وحدة التحكم الإشارة اللي جاية من وحدة التحكم، سواء طول فترة فتح الرشاش أو قصر فترة فتح الرشاش. وبهنا بتكون كمية الوقود المحقونة من الرشاش كمية مظبوطة على حسب ظروف التشغيل. فلما نيجي نتكلم عن وحدة التحكم الإلكتروني، فإنها عصب نظام حقن الوقود، فإليها تتجه إشارات الحساسات المختلفة، ومنها تنطلق إشارة تشغيل الرشاشات محددة فترة عملها، وبالتالي كمية الوقود التي تحقنها. تتكون وحدة التحكم الإلكتروني من عدد من الدوائر الإلكترونية المتكاملة ومنظومات فرعية من أشباه الموصلات مثبتة كلها في كارت إلكتروني واحد أو اثنين، تنقل الإشارات الكهربائية الصادرة عن الحساسات بواسطة كابل متعدد الأسلاك ونهاية طرفيها متعدد الأطراف. ووحدة التحكم الإلكتروني هي عبارة عن حاسب إلى رقمي يحتوي على ما يقرب من 5000 ترانزستور، ولها ذاكرة مخزنة بها خريطة حقن ثلاثية الأبعاد تحتوي على قيم مرجعية لعدد 16 سرعة للمحرك، 8 حالات لتحميله لوحدة التحكم الإلكتروني، أقسام مختلفة يتم فيها معالجة إشارات الحساسات بتعديل شكلها وفصل ذبذباتها. فمثالا
تصدر عن المحرك الرباعي الاسطوانات 4 إشارات إشعال، فيقوم قسم الذبذبات بخفضها آليا 2 فقط، وتحديد نبضة النبضة للحقن ثم تكبيرها لتصل شدة التيار الذي يقوم بتشغيل الحاقن إلى حوالي 1.5 أمبير. تقوم وحدة التحكم الإلكتروني أيضا بوظيفة التشخيص الذاتي لأعطال نظام الحقن من خلال توصيلها بكابل خارجي يظهر نوعية العطل في النظام ومكانه. فهذه هي الصورة المتكاملة لوحدة التحكم الإلكتروني، وبكده يكون انتهينا من الدرس، وأتمنى ليكم التوفيق والنجاح.